أهلا وسهلا بكم مع شبكة تعليم التفاعلية في الأسبوع الثاني الذي نتكلم فيه عن أدوات الإظهار. تكلمنا في الجزء الأول من هذا الأسبوع عن السيفن سيجمنت وكيفية التعامل معها. الآن سنتكلم عن أداة الإظهار الثانية وهي الـ LCD. الـ LCD هي اختصار لكلمة Liquid Crystal Display، ولها نوعين رئيسيين هما الـ Graphical LCD والـ Alpha Numerical LCD. النوع الأول وهو الـ Graphical LCD، والذي نستطيع من خلاله عرض الرسومات والمنحنيات البيانية والكتابة والأرقام وكل شيء نرغب في عرضه. النوع الآخر وهو الـ Alpha Numerical LCD، والذي نستطيع حصرا أن نكتب عليه المحارف بنوعيها الأحرف والأرقام. طبعا نقوم بإرسال قيمة الأسكي للرقم أو للمحرف الذي نريد عرضه، ولكن أريد التنويه لأمر مهم جدا، وهو أن شاشة الجرافيكال LCD هي ليست بغريبة عنا، نحن نستخدمها في حياتنا اليومية كل يوم. شاشة الجرافيكال LCD هي نفسها شاشة الموبايل السمارت فونز. طبعا حتى شاشات الموبايل القديمة جدا هي عبارة عن جرافيكال LCD، ولكن بلون فقط في اللونين الأبيض والأسود. الشاشات المتطورة تستطيع تقديم كافة الألوان ونستطيع إظهار كافة الرسوم عليها. الآن سنتعامل مع الألفا نوميريكال LCD. طبعا لهذه الشاشة عدة أشكال وألوان، نلاحظ هذه الأشكال متعددة. أولا الشاشة 16x2، ماذا يعني هذا الكلام؟ هذه هي الشاشة 16x2، وهذا يعني أنه لدينا 16 عمودا وسطرين كما نلاحظ في هذه الشاشة. النوع الثاني وهو 16x4، وهي تحتوي على 16 عمودا وأربعة أسطر. النوع الثالث وهو 40x2، 40 عمود وسطرين. والنوع الرابع هو 40x4، 40 عمود وأربعة أسطر. طبعا هذه ليست الأنواع الوحيدة، هناك الكثير من الأنواع، 20x2، 128، هناك الكثير من الأحجام، ولكن هذه هي الأكثر تداولا، والأكثر تداولا من بينها هي الـ LCD 16x2. الآن لنتوجه نحو بعض التفصيل في هذه الشاشة. هذه هي الشاشة ألفا نوميريكال LCD 16x2، مرة أخرى 16 عمودا وسطرين. كيف سنتعامل مع هذه الشاشة؟ كل شاشات الإظهار من هذا النوع تحتوي على 16 قطبا، وهي كالتالي: سوف أبتدئ من النهاية لأعود بعدها إلى بداية الأقطاب. أولا القطبين ليد ناقص وليد زائد هي عبارة عن ليد لإضاءة الشاشة. هذا الليد نقوم بوصله إلى الأرضي والVCC مباشرة لكي يقوم بإضاءة خلفية الشاشة. الآن هذه البنات الثمانية هي عبارة عن بنات الداتا، عندما أريد إرسال الداتا أرسلها عبر هذه البنات. هناك نمطان لعمل هذه البنات، إما أو عمل LCD بشكل عام، إما أن تعمل بنمط 4-bit أو 8-bit. 4-bit أي أننا نستعمل فقط 4 بنات للكتابة على LCD، وال8-bit نستخدم كل بنات الداتا. الآن سوف أتوجه إلى البداية. هذا القطب يوصل إلى الأرضي، الثاني يوصل مباشرة إلى الVCC، أما القطب الثالث فيوصل إلى مقاومة متغيرة. هذه المقاومة المتغيرة نقوم بتعديلها يدويا لنصل إلى قيمة تباين أو كونتراست التي نريدها، وسوف نرى هذا في آخر الفيديو إن شاء الله. الآن البنات الأهم وهي بنات التحكم، هذه بنات الداتا وهذه بنات التحكم. هناك ثلاث بنات للتحكم، الأولى وهي الـ RS
الثانية وهي الـ RW Read Write، والثالثة هي الـ Enable. معظم الناس يعمدون إلى توصيل هذا البن إلى الأرض مباشرة، أي فقط في نمط الكتابة. ولكن في هذا الأمر مغالطة صغيرة، وهو أننا أحيانا قد نقوم بالكتابة على هذه الـ LCD أثناء انشغالها بعمل آخر قد تكون لم تنتهي من العمل السابق. لذا قد يتساءل أحدهم، ما الذي يمكنني أن أقرأه من الـ LCD؟ هي شاشة للإظهار وليست للإدخال. هناك حالة معينة يمكننا القراءة من الـ LCD منها، وهي قراءة حالة الـ LCD، هل هي في حالة انشغال أم في حالة راحة؟ طبعا الذين يقومون بوصله إلى الأرض مباشرة يتجنبون هذه الحالة وهي قليلة الأخطاء، ولكن الحالة الكمالية هي وصلها إلى أحد البنات. البن Enable يساعدني على بدء إرسال بيانات بعد تأكدي من أن هذه الـ LCD لم تعد أو هي ليست في حالة بيزي. يمكنني تفعيل بن Enable والبدء بإرسال البيانات. أتمنى أن تكون قد وضحت الصورة بشكل عام. هذا أهم شيء، أو هذه هي أهم المفاهيم حول الـ LCD. ولكن هناك أمر أخير أحببت أن أستعرضه، وهو كيف نكتب على هذه الـ LCD قبل أن نبدأ بالبرمجة. كيف نكتب على هذه الـ LCD؟ طبعا سنأخذ كمثال الـ LCD 16x2. نلاحظ إذا ما اقتربنا أثناء تشغيل الـ LCD أن أن الشاشة مقسمة إلى مربعات، 32 مربع، 16x2. كل مربع من هذه المربعات هي عبارة عن بكسلات، عدد معين من البكسلات التي لا تحتوي على جهد، أي أنها ليست موصلة إلى الجهد. عندما أقوم بإرسال المحرف المعين، مثلا أريد أن أظهر المحرف T، إذا سوف أقوم بتشغيل عدد من البكسلات ضمن هذا المربع، لا أقوم بتشغيل المربع كاملا. إذا قمنا بتشغيل المربع كاملا سوف تظهر فقط في هذا الشكل. الآن أقوم بإرسال المحارف لتقوم بإطفاء هذا البكسل أو بتشغيله لإظهار قيمة، يعني ممكن نقول أنها نسود هذا البكسل. تقريبا انتهينا بشكل عام من كل ما يتعلق بالـ LCD، والآن سنتوجه نحو البرمجة. الآن سنقوم ببرمجة هذه الـ LCD. قمنا بفتح برنامج لإتمن ستوديو، New Project، نقوم بتسمية اسم هذا المشروع، سيكون LCD. على سبيل التغيير سأقوم باختيار متحكم هو ATmega 32. الآن سوف أقوم بترفيع على الموقع لمكتبة اسمها lcd.h. الآن هذا هو الشكل العام للبرنامج أو الشكل التقليدي. أولا سوف أقوم باستدعاء هذه المكتبة والتي قمت بكتابتها بيدي، وهي المكتبة الخاصة بالـ LCD. طبعا بما أن الكتابة نحن قمنا بما أن هذه المكتبة نحن قمنا بكتابتها، فيجب علينا استدعاء هذه المكتبة بين علامتي تنصيص lcd.h. الآن أريد أيضا استدعاء المكتبة delay. الآن سوف نذهب لنرى ماذا يوجد داخل الـ LCD.h. طبعا لن أدخل في تفاصيل كتابتها، كل ما سأتكلم عنه هو التوابع الموجودة بداخلها. هذه هي المكتبة LCD.h. أولا قمت بتحديد أن أقطاب الداتا سأقوم بوصلها على البورت B،
عندما تريدون تغيير هذا ولا تريدون وصل إلى بورت بي، فقط قوموا بتغيير هذا اسم البورت هذا وهنا أيضا، وسوف يكون كامل البرنامج مغيرا بشكل كامل وجاهزا للاستخدام. وقمت بوصل أقطاب التحكم إلى البورت دي. طبعا إذا أردتم تغييرها أيضا ما عليكم إلا تغيير اسم البورت من هنا، فرضا بورت A، وهنا DDR A. الآن سنبقيها على DDR D. سوف أقوم بوصل قطب الإنابل مع البورت دي البن الخامس، الريد رايت مع البن السابع، الار اس او البايبولار مع البن الثاني. طبعا كل هذه التوابع هي توابع تحكم لن نحتاج اليها، ولكن ما سنحتاج اليه هو بعض هذه التوابع. التابع الاول وهو سند كاركتر، يقوم هذا التابع بارسال محرف. الوسيط الذي سارسله هو عباره عن محرف، مثلا سند كاركتر سي. الان هذا التابع يقوم بارسال سلسله محرفيه ليس محرفا واحدا فقط. اقوم بكتابه مثلا تعليم نيت بين علامتي تنصيص وستظهر هنا. التابع الذي يلي هو التابع go to، وهو تابع مهم صراحه. بفرض انني اريد الكتابه في منتصف الشاشه، لا اريد ان ابدا منذ بدايه الشاشه، اريد ان اكتب في منتصفها محرفا معين، فاقوم بكتابه lcd go to رقم السطر ثم رقم العمود، أي أنني إن أردت أن أكتب في منتصف السطر الأول أكتب lcd go to 0.8 مثلا. الآن ال lcd reset يمكن أن نسميها أيضا lcd clear، وهو يقوم بمحي كافة البيانات على الشاشة. بفرض أنني أصمم نظام لأتمتة منزل مثلا، عند الدخول يكتب لي كلمة ويلكم، وبعدها على شاشة ال LCD إظهار بيانات أخرى، لذا علي أن أقوم بمحي ما يظهر على الشاشة من ويلكم وإظهار بيانات أخرى، فأقوم بهذا عبر التابع LCD Reset. التابع الأهم بين كل هذه التوابع وهو LCD Initialization. هذا التابع لا يمكنني كتابة أي شيء على ال LCD قبل أن أقوم باستدعائه. إذا أول تابع أقوم باستدعائه هو التابع LCD Initialization. الآن أتوجه إلى البرنامج كما اتفقنا. أولا سوف نستخدم التابع LCD Initialization حتى يقوم بتهيئة ال LCD. سوف أقوم بكتابة سلسلة محرفية ولتكن بالشكل التالي: تعليم نت، وأريد لهذه التعليمة أن تظهر لمدة مثلا ثانية، ومن بعدها أريد أن يظهر مثلا كلمة ويلكم. لاحظ أنني لم أضع هذه التعليمات ضمن حلقة وايل، بمعنى أنها ستكتب مرة واحدة فقط وستبقى ما لم أقوم بتغييرها ضمن الوايل. إن قمت بوضعها ضمن بنية الوايل سوف تعمل نفس العمل، ولكن المشكلة أنني سأستهلك من ذاكرة المعالج بأنه سيبقى دائما يقوم بإرسال هذه البيانات، ولكن إن قام بإرسالها أول مرة فسوف تستلم ذاكرة ال LCD هذه المحارف، ويقوم المعالج بمعالج ال LCD. لكل LCD هناك معالج خاص بها، سيقوم معالج ال LCD باحتفاظ بهذه المحارف وعرضها دون الرجوع إلى المتحكم الصغري. الآن هناك أمر هام جدا، يجب علينا نسخ المكتبة LCD.h
في نفس المجلد الذي وضعت فيه البروجكت لكي يستطيع البرنامج رؤيتها، وإلا فلن يتعرف على أي من هذه التوابع. نحن الآن انتهينا من الكلام عن الـ 7 segment وعن الـ LCD، وبهذا يكون قد انتهى الأسبوع الثاني. نشكر لكم حسن متابعتكم. الآن وكما تلاحظون قمت بتوصيل الـ LCD إلى المتحكم الصغري. فقط أريد أن أنوه لأمر أنني كنت قد ذكرت أنه يجب علينا وصل قطب التحكم الثاني إلى مقاومة متغيرة. فقط سوف أقوم بإعادة تشغيل المتحكم كي نرى تعليم نت ثم ويلكم. طبعا عندما أقوم بتغيير هذه المقاومة، انظروا، سوف يتغير التباين. طبعا قيمة هذه المقاومة كبيرة جدا، هي 100 كيلو، لذلك نصل إلى مرحلة لا نرى فيها أي كتابة. عندما أقوم بتخفيض التباين يبدأ الكلام بالظهور. نلاحظ هذه هي المربعات التي قمت بذكرها. انظروا، سوف أقوم بإعادة تشغيل البرنامج. انظروا كيف يقوم بملئها كلها ثم كتابة ما نريد. طبعا نختار قيمة تباين مناسبة حتى يتوضح الكلام. المقاومة المتغيرة قمت بوصل بن التحكم لها، ها هو، و أحد أقطابها إلى الأرض والقطب الآخر إلى الـ VCC. شكرا لمتابعتكم.